تاني بقى ونخش نتكلم قبل نتكلم على الفنيات، نشوف النهارده المباراه ممكن يكون سيرها ازاي وتوقعاتها ايه كابتن طه. هي طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا، طبعا فيوتشر منتشي بالفوز بكاس الرابطه مع اداء كبير جدا ضد غزل المحله، وحتى نتائجه في الدوري نتائج جيده، هو في المركز الرابع. والنادي الاهلي يمكن بيمر بفتره فيها يعني اهتزاز شويه، يمكن دي تخليني اقول حاجه كده قبل ما اتكلم اكمل الكلام. يعني في يعني في لغط كتير قوي في الساحه وكلام كتير على الناس، لها اراء وناس بترد وناس كذا وكذا. احنا في القناه، انا اشتغلت في القنوات ديت كلها حتى قبل اون سبورت، اشتغلت في قنوات كثيره قبل كده وقنوات خارجيه ابو ظبي، واشتغلت في الجزيره. جميع المحللين والناس اللي بتقدم كلهم بيتحروا الامانه والصدق في التعامل مع المباريات ومع التحليل ومع الفرق، رغم اختلاف انتماءاتهم. يعني ممكن ابقى اهلاوي لكن انا بتكلم بصريح جدا، بقول له كل واحد حقه، واللي عليه عليه واللي عليه عليه. المساله بتتوقف على المتلقي. المتلقي او المشاهد او المستمع هو عايز يسمع ايه؟ فلو بيسمع كلام هو مش عاجبه ممكن يقول ان ده تحيز، مع ان الناس اللي بتتكلم على وقائع موجوده في اثناء المباراه. ودايما المتلقي مختلفين، في واحد معه وفي واحد ضد، في واحد عايز وواحد مش مؤيد وواحد مؤيد وهكذا. ولن تستطيع ابدا في اي وقت من الاوقات انك ترضي كل الناس في تحليل مباراه من المباريات، لانه كل واحد طرف مشجعيه عايزين يسمعوا كلام معين، والمسؤولين عايزين يسمعوا كلام معين. الا يعني قله اللي هم عندهم شيء من الحياديه حتى على فرقهم وهو بيسمع، ويعرف ان فرقته قد يجوز النهارده ما هياش في الحاله السليمه، وبيتقبل الكلام اللي بيتقال، لكن في كثيرين ما يتقبلوش، هيسمعوا كلام كويس على طول، ودي مش هتحصل يعني. فأنا بتكلم إنه يعني من واقع يعني اشتراكي مع كثير من الزملاء المحللين والمقدمين، كل الناس بتتحرى الأمانة والصدق في كل اللي بتقوله دون تحيز لحد، حتى لو كان هو له ميول معينة أو بينتمي إلى نادي معين، لكن ما يقدرش يغير دي. ما يقدرش يغير دي، والا دي هتبقى هتجافي امانته وهتجافي حيادته في عمليه التعليق على المباريات او تحليلها. عشان كده انا بتكلم واقول انه من واقع هذا العدد الضخم من المحللين والمقدمين اللي انا تعاملت معاهم في كل القنوات، بنتحرى الصدق والامانه، وهنا في اون سبورت بنتحرى الصدق والامانه في كل تحليلاتنا. المسألة تتوقف زي ما قلت تاني وبكرر تاني على المتلقي. المتلقي لابد يعني هو عايز يسمع كلام معين، لكن لازم يعرف انه هناك في اصول للتحليل وفي اصول للمباريات، ولازم يبقى عنده قناعة انه قد يجوز فريقي ما هوش كويس في الوقت الحالي، يبقى لازم يقبل هذا الكلام. انما ما مش لا يقول لك بس تتجنح، طب هعمل لك ايه؟ النتيجة طالعة كده والأداء كده، طب ما هي دي اللي حاصل. عشان كده انا بقول نخف شوية من التعليقات الكثيرة اللي بتثير الناس وتثير الجماهير بدون داعي. الكرة ما تستحقش هذا الكم من التراشق اللي بيحدث، لأنه الكرة لعبة جميلة جدا، الشعب المصري بيتعاطاها وبيعيش عليها وبيقوم وينام عليها وبيسعد وينتظر المباريات بفارغ صبر. بلاش نخلي المباراة تبقى طابور ذنب للمتفرج انه رايح اتفرج على الماتش دوت وحاسس ان هو فرقته كذا وفرقته، لا، اروح انا مستبشر وابقى حاسس ان فرقتي ممكن تعمل حاجه كويسه. فيما يخص النادي الاهلي هتكلم حاجه بس صغيره. النادي الاهلي بيمر الان بفتره فيها شويه مشاكل، اصابات كانت واجهاد كان، ويعني وبعض الامور اللي خرجت الاداء عن طبيعته في بعض المباريات، والنتائج اصلا الفتره الاخيره في الثلاث مباريات الاخيره على وجه الخصوص. فانا هضرب مثلا، انا عايز بس اخد من دكتور طه عشان النقطه دي مهمه جدا، انا اسف يعني، فكره ان اللغط والقصه الكلام الكتير اللي بيصار في الفتره الاخيره
دكتور طه اتكلم في نقطة مهمة جدا، الموضوع راجع للمتلقي، المتلقي عايز يسمع ايه وعايز يقتنع بايه. يعني شيء طبيعي دكتور طه راجل استاذنا وواحد من نجوم مصر في التحليل وفي كرة القدم والنادي الاهلي، شيء طبيعي هيبقى حبه وغيرته للنادي الاهلي اكبر من اي حد، لكن لما يشوف فيه غلط موجود في الملعب لازم يقوله، ده لمصلحة النادي الاهلي. صح. وهو اكتر واحد يرفض ان حد يتكلم عن النادي الاهلي وحش. صح. من غيرته عن النادي الاهلي. نفس القصه كابتن ايمن، نفس القصه انا كعماد يعني، او كاي واحد موجود، كل واحد هنا في القناه كل واحد ليه اسم، ليه تاريخ، عنده مصداقيته، بيخاف على شكله، بيخاف على اسمه، وبيخاف على كل جمله بتطلع من بقه، علشان هو عارف ان كل كلمه ليها حساب. فاحنا الحمد لله هنا في القناه او هنا في الاستوديو بنشتغل بمصداقية، بنشتغل بوضوح، ملناش، محدش فينا هنا ليه غرض أو ليه اتجاه أو ليه رغبة في إنه يقول حاجة أو ما يقولش حاجة. إحنا اللي إحنا شايفينه هو اللي بنقوله، إحنا بنحلل كورة، ما بنتكلمش في أي حاجة غير الكورة، الصالح العام. إحنا بنحلل مباراة الأهلي وفيوتشر، هنتكلم على الأهلي وفيوتشر. الأهلي لعب كويس هنقول الأهلي كويس، الأهلي لعب وحش هنقول الأهلي ناقصه 1-2-3، فيوتشر كان كويس هنقول فيوتشر كويس. ملناش غرض حتى أو يعني أنا عايز أضيف حاجة كمان، إن حتى الكلام اللي في كلام بقوله من كلام أشد منه، وبرضه بوصله المسؤولين في النادي. يعني على تواصل بالمسؤولين في النادي، لأني أنا حريص على النادي الأهلي يبقى في أحسن صورة. بالظبط. فمش بس اللي بقوله هنا، لا ده أنا بوصل كلام برضو للمسؤولين الكبار في النادي الأهلي اللي مسؤولين عن الكورة في النادي، وبقول لهم برضو آرائي، وبقولها هم عارفين أنا بقول من حبي للنادي الأهلي. أنا لعبت في النادي الأهلي ودربت في النادي الأهلي وعشت في النادي الأهلي واشتغلت في اللجان وهكذا. فإذا أنا حريص على النادي الأهلي أكتر من أي حد. يعني عشان كده النادي الأهلي مش مستني الناس اللي هتقعد تدافع عنه. النادي الأهلي بيدافع عن نفسه، بيدافع عن نفسه بأدائه، بنتائجه، باحترافية الأداء بتاعه بالنسبة باحترافية الإدارة بتاعته، بجماهيره العظيمة، نتائج اللي عملها النادي الأهلي في السنين اللي فاتت دي كلها بيعبر بها عن نفسه. محدش كان بيتكلم ولا يقول لما النادي الاهلي كان بيعمل هذه النتائج دي العظيمه، كان كل واحد خلاص لان بيعمل. لما بيبقى فيه اهتزاز شويه الناس بتتكلم، وده شيء طبيعي في كره العالم. في العالم النهارده ليفربول خسران 4-0 مباراه وديه مع مانشستر يونايتد في تايلاند.